وأقامت سفارة سلطنة عمان في عاصمة جمهورية البرازيل الاتحادية برازيليا حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 53 المجيد. حضره عدد من السفراء وأعضاء من الكونغرس البرازيلي وممثلين عن الحكومة البرازيلية والمقاطعات الاتحادية وعدد من الشخصيات ورجال الأعمال والصحفيين. وأكدت سعادة طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية البرازيل الاتحادية في كلمة خلال الاحتفال أن العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية البرازيل في تطور مستمر على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين شهد نموا مضطردا، حيث وصل الميزان التجاري إلى أكثر من 2 مليار دولار أمريكي العام الماضي.